راديو كاب اف ام الاذاعه الاولى في الوطن القبلي. كاب الخير كاب الخير. نور مرحبا بك. عسلامة. مرحبا لله. دونك انت مديرة علاقات والاعلام والناطقة الرسمية لجمعية لمة صفاقسية، هكا ولا؟ جمعية اللمة صفاقسية. واضح. مرحبا بك لله. دونك عندكم قفة رمضان، عندكم زادة الميدة متاع رمضان، هكا ولا؟ اكزاكتومون. عندنا ان شاء الله الحملة متاع قفة رمضان بإذن الله. وعندنا الحملة زادة متاع افطار الصائم. اي. بإذن الله 60 صايم كل يوم. تخي بيان. عن فترة سحور. به ويمشي يصير الافطار هذا؟ الافطار هذا ان شاء الله في صفاقس. اي داكوغ. عندنا مطعم فما شكون تبرع لنا باللوكال. تري بيان. داكوغ. دونك في بيبي جبلي ناحيه ستوري ماكس للي يعرفوا صفاقس. داكوغ. دونك والقفوف ان شاء الله احنا عندنا دي شاريو. اي حطيناهم في لي غراند سورفاس ولي ماجازان في صفاقس. داكوغ. حطينا في طريق جرمده في مغاسه الانس، حطينا في كارفور اكسبريس مدينة شكر، حطينا في بونوس في طريق تنيور. في دونك موجودين في اغلب المغازات الكبرى الموجوده في صفاقس، هكا ولا؟ اكزاكتومون. واضح. باهي، شنو النداء اللي تعملوا للصفاقسيه ولا حتى اللي جاوا يزوروا في صفاقس، شنو النداء اللي تعملوا لهم باش يعبيوا لي شاريو هذوك؟ اكزاكتومون. النداء نقول لهم التونسي لتونسي رحمه. وما ينقص مال من صدقه. احنا نقبلوا الدعم العيني ونقبلوا زاد الدعم المادي. داكوغ. بما انه بيان سور هي مش كسكسي مكرونه برك رمضان. احنا الناس هذوما جايين يفطروا عنا اون ديغي في ديارنا. اي. دونك الدعم المادي نقبلوه كانت تسمح نعطيك رقم انيمه المال. اي. هكاك تولي ترجع لك نسرين شوية آخر، ما نحبوش نعطيه الأرقام سوغ أنتين. احنا باش نعطيه رقم الراديو اللي يتصل بنا، نعطيه رقم أمينة المال ويتصل بها ويعطيها الفلوس ولا يبعث لها ولا هي تشوف الحل معاها. معناها زادة باغ فيغمون بونكار، معناها اللي يتصل زادة ياخذ الريد معناتها وينجم يعمل ان فيغمون بونكار، يا أوكان بروبليم. واضح. دونك وأون بلوس نقولوا للناس اللي باش يعاونها ويعرف فلوس ويبدا متأكد أنه فلوسه ماشية في الخير. بيان سور. وفي حاجة أكيد مش أول مرة احنا نعملوا هكايا. احنا عملنا قبل من 2017 نعملوا في موائد الافطار، نعملوا في قفاف رمضان، نعملوا في اضاحي العيد، نعملوا ديرنييرمون عملنا قافله خيريه اللي في ايده الشمال الغربي. داكوغ. دونك جمعيتنا جمعيه خيريه انسانيه قانونيه. خلينا نعرفوا اهم الانشطه بخور في المساعدات هذوما، فما حفلات قمتوا بها لفائده شخص متضرر ولا اشخاص متضررين ولا لفائده حالات اجتماعيه صعيبه، شنو ما اكثر الحاجات والانشطه اللي معروفين بها انتم كجمعيه؟ احنا اول حاجه عندنا زيارات مدنيه لدور العجز، زيارات مدنيه لدور المسلمين سواء في صفاقس ولا حتى في تونس العاصمه، بما ان عندنا فرع زاده في تونس العاصمه. داكوغ. في اسواس محرس، اسواس قمر، جمعيه الرفيق. عملنا زيارات مدنيه كيف كيف لجمعيه الامل لمحاربه السرطان. عملنا كيف كيف زيارات مدنيه للمدارس، المدارس المتضرره والمدارس بين قوسين سمحني كلمه المهمشه اللي مش الناس الكل معناتها ما عندهمش برشا حاجات. احنا مشينا الحمد لله، عملنا ايام تنشيطيه في المدرسه، عملنا جداريات، فرحنا الصغيرات برشا حاجات الحمد لله. واضح. عندنا سمحني رحلات زاده كيف كيف، نعملوا رحلات والمدخول للرحلات هذايا يمشي للناس المحتاجه. واضح واضح. دونك العديد من الحاجات اللي قمتوا بها ومداخيلها مشات للحالات الاجتماعيه الصعيبه والناس المحتاجه. يمشي باذن الله لبلاصتو. ونحن نسعى للخير. تونس كامله، نداء لتونس كامله. عاونونا بارك الله فيكم وما نقص مال من صدقه، يعطيكم الصحه. مرحبا بك. مرحبا بك مدام نور شطورو، مديرة العلاقات والإعلام والناطقة الرسمية لجمعية اللمة الصفاقسية، نورتنا على كاب اف ام. أكيد فما أي حاجة يعيشك، فما أي حاجة نتصلوا بك إن شاء الله. نحب نذكر الناس اللي يسمعوا فينا 72 279 188 ولا 72 279 177. إذا كان تحبوا تعاونوا الجمعية هذه في فعل الخير، مرحبا بكم الناس الكل. نعطيكم رقم أمينة المال وإلا الكونت بانكير اللي تنجموا تصبوا فيه الفلوس هذوما. هذه كاب خير لليوم. راديو كاب اف ام الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.